مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم حبيت اقعد هنا واسالف لكم على موضوع هواية تجيني اسئلة عليه. اعتقد من عنوان الفيديو راح تعرفون على شنو هذا الفيديو. اكيد يخص اللغة الانجليزية. هواية تجيني اسئلة شلون اتعلمت انجليزي، شلون احكي بطلاقة، شلون شقد اخذني وقت اتعلم اللغة وكذا. فاليوم حاولت اكتب كل شيء هنا بتليفوني حتى ما انسى شيء، انه كل شيء فعلا ساعدني انه اتعلم اللغة. فاليهمكم هيك موضوع، اكيد اتمنى انه تبقون تشوفون هذا الفيديو، واتمنى راح يفيدكم ولو شوية. اول شيء ساعدني ويا الانجليزية، من اجيت هنا الامريكا رحت المدرسة الانجليزية هي اللغة الثانية فيها، فيعني بيها عالم من المكسيك، بيها أنا مثلا عراقية، بها عالم يعني من كل دولة، كلهم ما يحجون انجليزي، يعني اللغة الانجليزية مو لغتهم الاولى، وانه محتوى ولغتهم ما كانت زينة، يعني اكو كان اكو عالم لغتهم اسوأ مني احسن مني مستوايا، فيعني مستويات مختلفة باللغة. وهذا الشيء فعلا ساعد، لانه كلهم هناك كانوا دا يحاولون يتعلمون اللغه، فكلنا كنا دا نتدرب ونحاول نتعلم ويا بعض كلمات جديده ونمارس اللي نعرفه. فهذا الشيء فعلا ساعد. رحت لهاي المدرسه اول سنه اللي هنا بامريكا، وفعلا مو ندمانه على هذا الشيء ابدا، بالعكس هذا يمكن اكثر شيء ساعدني انه ابلش اتعلم احكي انجليزي وأتدرب اللي أعرفه. ومن هذاك الوقت الصراحة تعلمت هواية أشياء، مو بس اللغة، يعني كان عندي أستاذ فعلا زاد لي ثقتي بنفسي إنه أتعلم الإنجليزية. يعني أتذكر يقول لي من شخص يعلم عليك إذا ما تلفظين شيء صحيح أو إذا ما تقولين شيء غلط وكذا، هذا بس معناتها أنت أذكى منهم لأنه تعرفين لغة ثانية. وهمين كان دائما دي يقول لي يعني نانسي حتى اكو عالم هنا انولدوا وراحوا المدارس وكل شيء ولغتهم بعدها مو زينه، يعني ما حد محترف بالانجليزيه، فخلي هذا الشيء براسك وما تستحين تحاولين تحجين اللي تعرفيه. فيعني من رحت لهذيك المدرسه زادت لي ثقتي بنفسي انه اتعلم اللغه، مو بس علمتني كلمات جديده. وهم بما انه الانجليزيه كانت اللغه الثانيه بهذيك المدرسه، فكانوا يعلمونا الاشياء البسيطه بالانجليزيه، مثلا القواعد، كلمات بسيطه نستخدمها كل يوم، فيعني البيسك، كل شيء شخص يحتاج يعرفه اول شيء من يتعلم لغه. فهذا الشيء فعلا فادني هوايه، صح ما خلاني اكون محترفه بالانجليزيه، بس يعني رفع لي معنوياتي. ومن الشخص يكون عنده ثقة بنفسه يتعلم أكثر ويقدر يمارس أشياء أكثر وما راح يهمه كلام العالم، وهذا أكثر شيء فعلا ساعدني أكثر من الكلمات اللي تعلمتهم بهذيك المدرسة. فبعد ما خلصت سنة بهاي المدرسة رحت المدرسة عادية هنا، يعني إعدادية عادية هنا بكنتاكي بأمريكا، وف ما كان الصراحة عندي أي طلاب عربيين بالصفوف اللي رحت لهم، كلهم أمريكان. الصفوف الوحيدة اللي كان بيها طلاب مو أمريكيين هما الصفوف الإنجليزية، مال الإنجليزية، لأنه الصفوف الإنجليزية اللي رحت لهم حتى اللي بالمدرسة العادية كانوا للعالم اللي يحجون إنجليزية لغة ثانية، لأنه بعدني كنت أتعلم البيسكس، الأشياء البسيطة بالإنجليزية، يعني القواعد وكل شيء يعني لازم نعرفه بداية اللغة. فالعالم اللي كانوا مثلاً بالصفوف وياي كانوا من صوماليا، كانوا من المكسيك، كانوا من كيوبا، كانوا من بورتوريكو، حتى اكو عالم هناك، يعني عالم من كل مكان، من البرازيل، من اسبانيا، يعني الطلاب بهذاك الصف مال الانجليزية كانوا من كل بلد. فالمدرسة اللي رحت لها ما كان بيها اي شخص عربي، فاضطريت انه احكي وياهم بالانجليزي، وبصراحة حتى لو انجليزيتي ما كانت زينة ابدا كنت دا احاول احكي. وبهذيك المرحلة، يعني بعد سنة من كنت هنا بأمريكا، إنجليزيتي كانت مفهومة، يعني العالم يفهمون إيش دا أحكي، حتى لو دا أقول الأشياء غلط
القواعد مالتي ما كانت زينة، يعني كنت أخبط أشياء، يمكن حتى كلمات ما كنت أقولهم بلفظ صحيح 100%. بس من كنت أحكي بعد سنة، من كنت بأمريكا، العالم يفهمون اللي دا أقوله. يعني كانت عندي كل الثقة أبقى أحكي وأتعلم أمارس اللي أعرفه، وما اهتمت إذا شخص يعيب علي، وهيجي ومن شخص يعيب علي ذكرت اللي قال لي يا أستاذي معناتها أني بس أحسن منهم إنه أعرف لغة ثانية. فهذا كان شيء كلش مهم إنه أخليه براسي كل الوقت، لأنه هواية أعلم بالأخص المراهقين لئيمين ويحاولون ينزلون معنوياتكم، بالاخص ما تحجون لغه مختلفه وما تحجون زين، يحاولون يعيبون عليكم وهيجي. فمن تكونون حول العالم هيجي، بس لازم تحاولون انه ما تحتمونهم وتطنشونهم وتبقون معنوياتكم عاليه، لانه بالنهايه انتم تحاولون تتعلمون شيء، وهذا بس دليل على انه انتم احسن من هذاك الشخص. الشيء الثالث اللي فعلا ساعدني، من كنت اقول اشياء غلط وشخص يصححني، ابدا ما اخذت هذا الشيء شخصيا. يعني بالعكس كنت افرح من شخص يصحح لي اللي اقوله. مثلا اقول شباك بس اقوله بلفظ غلط، وشخص يقول لي لا مو هيك تقولين شباك، تقولين هيك. يعني حبيت من العالم يصححوا لي اي شيء قلته غلط، وامارس الاشياء اللي صححوا لي اياها. فهذا الشيء فعلا علمني بسرعه، وهم ساعدني اقول الاشياء أصح، وأبدا ما أخذتهم شيء شخصيا إنه دا يعيبون علي. أخذتها بنظرة إنه دا يريدون يساعدوني إنه أتعلم اللغة أسرع وأحسن، وهذا فعلا كان هدفهم. بلشت من أحكي ويا عالم أمريكان وأعرف إنجليزيتي ما كانت زينة، كل ما أحكي ويا شخص أقولهم رجاء رجاء إذا دا أقول إشي غلط، إذا دا ألفظ شيء غلط، إذا القواعد مالتي مو زينة، قولوا لي شلون اقوله اصح بشكل اصح، يعني صححوا اي شيء دا اقوله غلط. الشيء الرابع اللي ساعدني اتعلم اللغه، من احاول احكي ويا شخص ما يحكي عربي او هيك شيء وما افهم اللي يقولوه، ما مو بس اقول اي ولا مثل هواية عالم ما يعرفون اللغه، بس اسالهم واقول لهم ما فهمت اللي قلتوه، ممكن تفسروا لي بشكل اوضح، تستخدموا كلمات اسهل مثلا هيك شيء. فيعني مثلا اذا شخص قال لي شيء وما فهمته، اقول يعني اقول لهم ما فهمت اللي قلتوه، ما اعرف ايش قلتوا، ممكن تفسروا بشكل اسهل لي، ويفسروا بشكل اسهل لي وبعدين افهم اللي يقولوه. اوقات حتى اسال العالم يعيدون اللي قالوا حتى اركز اكثر واعرف ايش دا يطلبون مني. فيعني اذا شخص سأل شيء ومو متأكدة اذا فهمتهم، اقول لهم ممكن تعيدون اللي قلتوا، ويعيدون اللي يقولوا. واوقات من يعيدون اللي يقولوا وبعدي مو فاهمة، اقول لهم بعدني مو فاهمة، ممكن تفسروا لي بشكل اسهل، ويفسروا لي اللي قالوا بشكل اسهل. وهذا الشيء ما تتخيلون ايش قد ساعدني. يعني يمكن هذا الشيء ما حد يفكر بي، بس من تسمعون الشيء وتركزون عليه فعلا تعرفون شنو الشخص ده يقولون. يعني اكو مثل عربي يقول فهم السؤال نص الجواب، يعني من نفهم الشخص المقابلنا راح نعرف شلون نجاوبهم حتى لو كلمات بسيطة. يعني وهذا يعني فعلا الوقت اللي بلشت احكي بيه انجليزي، من بلشت اقول للعالم يفسروا لي اشياء، لانه بلشت اتعلم منهم اكثر بكلمات بسيطه حتى اني ما كنت اعرفهم، بس من اسمعهم واشوفهم يستخدمون الحركات بايديهم وهيك بلشت افهمهم، وصارت عندي ثقه حتى اكثر انه احكي ويا عالم وامارس اللي اعرفه. الشيء الخامس، ما اعرف وين ضيعت بالأرقام عن الصراحة لأنه مو كاتبتهم بالتسلسل، بس الشيء الثاني اللي بعد المدرسة والأصدقاء وكل هذولا يحكون إنجليزي، بلشت أمارس كل شيء أعرفه بالإنجليزي بالبيت. اللي أقصده ما أحكي عربي أبدا بالبيت ويا أهلي من بلشت أتعلم اللغة، يعني بلشت أمارس كل شيء أعرفه وياهم بالإنجليزي. حكيت عربي وياهم هنا وهنا، بس أكثر الأوقات بلشت أمارس الإنجليزية وياهم بالعربي، حتى من أبعث تكست، يعني حتى لو إنجليزيتي ما كانت زينة أبداً، يعني
كنت أحاول أتعلم الإنجليزية، فكنت بس مركزة على الإنجليزية، وعرفت إذا أمارس أكثر بالبيت هذا الشيء راح يساعدني أكثر، وفعلا ساعدني هواية أكثر، لأنه كل شخص بيتنا حكى إنجليزي إلا أني. فهمين قراءة الكتب، وهواية نتعلم أشياء من الكتب، فحبيت إنه ألاقي كتب أني أحبهم، يعني قصص أحبهم وأحب أقراهم وأحب أتعلم عليه أشياء أحب أتعلمهم. فبلشت أشتري كتب على مواضيع أني أحبهم بس باللغة الإنجليزية، فكل شيء بلشت أشتري من كتب كان باللغة الإنجليزية، وبلشت أقرأ كتب باللغة الإنجليزية، وهذا الشيء فعلا ساعدني هواية، وتعلمت هواية مصطلحات جديدة من الكتب. وحتى لو ما كنت أفهم 100% اللي دا يصير بالكتاب، بعد ما أخلص الكتاب أني أعرف القصة باختصر على شنو كانت. فحتى لو ما حكيت انجليزي بيرفكت بهذاك الوقت، بعدني دا افتهم اللي دا يصير بالقصة من دا اقرا كتاب. فقراءة الكتب شي فعلا انصحكم به، تتعلمون مصطلحات جديدة، تتعلمون قواعد من عنده، وهم تتعلمون شي من الكتاب، يعني شي تقدرون تمارسون به بالحياة مو بس كلغة. فالكتب شيء فعلا انصحكم به 1000000%. وهم يعني عدا عن الكتب، اي شيء اشوفه على التلفزيون، يعني من سواء فيلم، مسلسل، برنامج، اغاني، كل شيء. بطلت اشوف اي شيء بالعربي، حولت كل شيء للانجليزي، فبلشت اشوف كل الافلام مسلسلات بالانجليزي، اسمع اغاني بالعربي. يعني بسيارتي ما كنت اسمع اي شيء بالعربي ابدا، يعني اي شيء للونسه كنت اشوفه بالعربي حولته للانجليزي، وهذا الشيء ساعد هوايه. وبال يعني من اشوف افلام ومسلسلات بالانجليزيه، كنت اخلي السبتايتل انه ترجمه، واقرا الترجمه وياها. بس بعد فتره حسيت انه اتعلم اكثر الانجليزيه من أركز على اللي يقولوه من على إنه أقرأ الترجمة، فبطلت حتى أقرأ ترجمة على أي، بصراحة على أي مسلسل أو فيلم، وبلشت بس أسمعهم حتى أحاول أسمع أحسن وأركز على اللي يقولوه أو أتعلم اللي يقولوه وأفهم أكثر. فهذا الشيء هم ساعد هواية. فشوفوا أفلام بالإنجليزية، مسلسلات بالإنجليزية. مدى أقول لكم بطلوا كل شيء بالعربي مثل ما أنا سويت، بس يعني شوفوا مسلسلات بالإنجليزية وأفلام بالإنجليزية شوية أكثر، هذا الشيء فعلا راح يساعدكم. فأقول بعد سنة، سنة ونص، بلشت أحكي إنجليزي أحسن هواية أكثر من أول ما إجيت هنا على أمريكا. فكل أصدقائي صاروا عالم، ما يحكون عربي، يعني يكونون حتى لو إذا ما كانوا أمريكان يكونون إسبانيين، أو صديقتي المقربة من كانت من إيران فتحكي فارسي ما تحكي عربي. عندي أصدقاء من غير دول، فكلهم ما كانوا يحكون عربي أبدا، فبلشنا كلنا نحكي إنجليزي وبعض. بعدين صار عندي أصدقاء أمريكان بس يحكون إنجليزي. بعدين بلشت أشتغل، وشغلي كل العالم اللي أشتغل وياهم يحكون إنجليزي، حتى يعني غيرت شغل كذا لكذا مكان، وكل مكان رحت لما كان أكو أي شخص يحكي عربي بي. فكل هذول الأشياء ساعدوني على إنه أمارس اللغة أكثر وأكثر وأكثر، وصار وكل ما أمارس اللغة أكثر وأكثر وأكثر صرت أحسن وأحسن وأحسن. وبعدين هم رحت على الجامعة، والجامعة ساعدتني هواية أكثر. فالصراحة ما فعلا ما أكذب عليكم، يعني بعد أقل من سنتين أحس إنه تعلمت اللغة، ما أقول بطلاقة 100%، لأنه مثل ما يقولون ما حد محترف 100% بالإنجليزية، حتى عالمهن ولدوا هنا وعايشين هنا كل حياتهم ما محترفين 100%، لأنه دائما أكو شيء تقدرون تتعلموا بالإنجليزية. بس وصلت المرحلة أفهم كل شيء أي شخص يقول لي، أقرأ أي شيء أشوفه، وأقدر أكتب أي شيء. أوقات أكو كلمات صعب أكتبهم، وأسوي بحث على الإنترنت، وحتى أحاول ألاقي السبيلينج أو الإملاء الصحيح لهم. بس يعني بعد أقل من سنتين وصلت المرحلة أني كلش أحسن بالإنجليزية. وبعد سنتين تعرفت على شون، وبلشنا نحكي كل الوقت، وهذا الشيء ساعدني أكثر من ما تتصورون. مدى أقول لكم روحوا لاقوا شخص تحبوه وتتزوجوا يحكي إنجليزي، بس لاقوا صديق مثلا
أو صديقة تحجون إنجليزي وياها كل الوقت، حتى لو إنه اللغة الإنجليزية مو لغتهم الأولى، بس على الأقل يحجون إنجليزي بطلاقة، وحاولوا تمارسون وياهم اللغة كل الوقت. يعني شخص تحجون وياه كل الوقت مقرب عليكم، تقدرون تحجون وياه اللغة اللي تريدون تتعلموها، يعني مثلا إنجليزية. أتمنى أنه هذا الفيديو ساعدكم ولو حتى شوية. إذا عندكم أي سؤال يخص هذا الموضوع ما حكيت عليه بالفيديو، رجاء اكتبوهم بالتعليقات جوا، وراح أكيد أجاوبكم على أي شيء عندكم سؤال عليه. فأتمنى أنه حبيتوا هذا الفيديو. شكرا هواية على مشاهدتكم، ورح أشوفكم بالفيديو الجاي. باي.